النهارده حصلت واقعه غريبه جدا. دوري كره القدم النسائيه، النادي الاهلي بيلعب مع الاتحاد السكندري. ايه المشكله؟ النادي الاهلي متقدم 8-0، 8-0 على نادي الاتحاد السكندري. فجاه راحت لعيبه الجهاز الفني ونادي الاتحاد السكندري انسحبوا بعد كام، 36 دقيقه. اه والله 36 دقيقه، 36 دقيقه 8-0، يعني تقريبا كل 4 دقائق وكام ثانيه جول. حاجه يعني واضح تفوق كبير جدا. الجهاز الفني ونادي الاتحاد خد قرار بالانسحاب. طب ده ينفع؟ طب حتى لو هي 8-0 وفي فارق كبير، لكن نادي الاتحاد راح قال لك ايه؟ قال لك لا، ده مش انسحاب، ده في اكتر من ست لاعبات اصيبوا فجاه وكلهم في نفس التوقيت. لا، البطوله كده، ودي مش اول مره تحصل. بس تعليقا، الكابتن شادي محمد المشرف العام على الكره النسائيه في النادي الاهلي هو معايا دلوقتي، ونشوف يعني من خلاله ايه اللي حصل وازاي الامور هتستمر بهذا الشكل في دوري كره القدم النسائيه، لانها مش اول مره. كابتن شادي مساء الخير. مساء الخير يا استاذ محمد، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل المشاهدين. طيب كابتن شادي، يعني بجد اللي حصل بعد 36 دقيقه انسحبوا النادي الاتحاد السكندري؟ بص، هو ده حصل اللي حضرتك قلته بالظبط، بس المشكله هنا مش نادي الاتحاد اصلا، يعني عشان نتكلم نبقى فير. يعني مين بقى المشكله اللي ده موجود اصلا؟ لما تيجي تتابع وبتذاكر الموضوع ده، بيحصل في السنين، في عدد سنين كتير نفس الموضوع. فالطبيعي لما تكون عارف اللي ده بيحصل، في عدم وجود انديه كبيره جماهيريه ويبقى في سبوت اعلامي، فلازم اللوائح تتغير من قبل ما نبتدي، اللي هي تكون في عقوبات شديده علشان الفرق ما تعملش كده. يعني هو في المواسم اللي قبل كده كان ده عادي، ده حدث طبيعي بيحصل؟ بيعمل كتير جدا بالمناسبه، وما كانش في فيجن او رؤيه لما النادي الاهلي يبقى موجود هيبقى في سبوت اعلامي، فده مش هيعدي مرور الكرام. ده رايي انا الشخصي. ده واحد. اثنين، انت ابتديت الدوري بعدد، وبعد اسبوعين من الدوري فرقتين اعتذروا، وانت داخل ليه اصلا بتحطه في القرعه ليه؟ بالظبط. بعدين انت بتريح في الاسبوع المفروض انت تلعب فيه الماتش رقم 3، وده الاهم. ايوه. طب ازاي النهارده اللائحه فيها، وده سؤال، ازاي اللائحه اللي انت بالاهداف هتحسبها بالاهداف، عدد الاهداف هو اللي ياخد الدوري اهدافه اكتر، من فرقه انسحبت معايا وتروح تلعب ماتش تاني. انا ذنبي ايه؟ مش فاهم. فالطبيعي اللي انت لازم يحصل تعديل في اللائحه في المواجهات المباشره. ده الغريبه يا كابتن شادي، اللائحه بتقول قدامي في حاله انسحاب فريق للمره الاولى يتم خصم نقاط المباراه بخلاف خصم نقاط في نهايه الموسم، في حاله تكرار يتم شطب الفريق من جدول المسابقه. ما المقصود مش الانسحاب ده اللي هو ما يروحش اصلا. يعني المقصود في الانسحاب ده ان هو ما راحش الماتش اصلا. اصلا ليك ما اول مره اللي حضرتك بتقوله، ثاني مره بيحصل حضرتك بتقوله، لكن بشكل عام اللي هو لا، انت لعب الماتش ثم بادعاء الاصابه ثم بتخرج، فالعدد ما يسمحش، فالمباراه بتنتهي بالشكل اللي هي عليه. لو انت 8 يبقى 8، لو هو 10 يبقى 10. فاللي انا اقصده اللي انت عشان يبقى في عقوبات شديده للي يحصل كده، يا اما الفرق الغير قادره على المشاركه ما تشاركش عشان يبقى دوري قوي، ونبتدي حتى على مستوى العالم نتطور في الكره النسائيه. بالظبط كده، لان الامور كده بصراحه صعبه جدا. انا كنت فاهم موضوع الانسحاب يا كابتن شادي ان هو الانسحاب من المباراه، فطلع الانسحاب من الاساس، من الماتش. بالظبط. فدي نوت فير على الفرق كلها، وتيجي في الاخر يبقى اللائحه بالاهداف. طب ازاي؟ طيب انا مش قادر استوعب كده، فلازم ده يتعدل فورا اللي هو بالمواجهات المباشره عشان ده العدل على الجميع. طب كابتن شادي انا عايز اسالك سؤال، معلش سامحني كده. انت من وجهه نظرك مع بدايه الموسم ده كده واللي بيحصل كده اهو، انت شايف ان احنا ماشيين يعني الموضوع ده هيتطور وهنبقى احسن وافضل وهيبقى عندنا مثلا منتخب كره نسائيه كويس يعني، ولا انت شايف ان الامور كده مش احسن حاجه برغم ان هو سنه اولى اهلي لسه؟ بص، انا هقول لحضرتك على حاجه. النادي الاهلي كبير، شاء من شاء وابى من ابى. اسم النادي الاهلي لما بيدخل في اي حاجه، اللعبه انتشرت ومباريات بتتذاع، حتى عدد المباريات اللي اتذاعت قليله في تاريخ الكره النسائيه، مش موجود اصلا. خليني اكلمك بمنتهى الامان. تمام. يعني في تاريخ الكره النسائيه
لكن في حاجه كويسه لما النادي الاهلي دخل، اللي بتنتشر قاعده اللعيبه اللي كان معاه لعيبه كويسه ابتدى يظهرها. ابتدى الكشافين يبقى في موضوع، ابتدى يبقى في احتراف وعقود. انت في بعض الحاجات محتاجه تتعدل. الغير قادر الغير قادر على تجهيز فريق، احنا قررنا مش من خلال شادي كنادي اهلي ومجلس ادارته ولجنه التخطيط وكابتن محمود الخطيب، نبتدي كبار. نبتدي باسم النادي الاهلي اللي احنا ندور على اللعيبه ان الاهلي لما يدخل ما ينفعش يخسر بطوله برضه حتى لو سنه اولى. لا لا، خلينا نبص عشان اكون امين معاك. انت لسه بتبتدي وفي فرقه ابتدت من قبليك ب 17 سنه، فاهم؟ طبعا. لكن ما ينفعش النادي الاهلي يروح يلعب ماتش يخسر 7 و8، ده غير مقبول، غير مقبول ان انا اشارك. عشان كده رفضنا فكره من البدايه اللي احنا نشارك باسم حد او ياخد اسم النادي الاهلي ويلعب. لا، ليه؟ علشان ده مش طبيعي اسم النادي الاهلي يبقى مرتبط بالنتائج دي. فابتدينا اللي احنا نشتغل على فكره مش بميزانيات عاليه زي ما هم بيتقال، الكلام ده مش صح، لكن لان احنا جايلنا لعيبه فري واخدينها، وجايلنا اشترينا بعض اللاعبين، وفي لعيبه كانت فري وطعمنا من اللي كانوا موجودين في الاكاديميات. لكن في الاول وفي الاخر احنا بنطمح، مش حتى ده فكرنا، اللي احنا مش باصين كنادي اهلي، احنا باصين انتشار اللعبه يعني لك ان تتخيل. بس برضه باصص للبطوله برضه، ما انتش يعني برضه انت باصص للبطوله برضه. اكيد اكيد كاسم النادي الاهلي ده تفكيرنا، اكيد ده النادي الاهلي اسمه مرتبط بالمركز الاول فقط، الثاني زي الاخير. ولكن انت في حاجات عايز اقولها لك، يعني انا لسه ببتدي ومتاخد مني 8 لعيبه في منتخب تحت 18. طب ده حاجه كويسه. ومتاخد مني 9 لعيبه تحت 15 سنه في منتخب تحت 17، فاهم؟ كويس جدا. يبقى انت عندك كواليتي كويس. هو ده اللي انا عايز اقوله، عندي كواليتي كويس، اروح العب ماتش الاقي انسحابات. انا وغيري بالمناسبه بيحصل مع مسار كده وبيحصل مع دجله كده. لكن في الاول وفي الاخر لازم يحصل تعديل بسرعه قبل ما هيحصل مشاكل بسبب القصه دي، فيحصل تعديل في اللائحه فيما يخص اللي انت لازم تلعب الدوري. طب هل الامور تستحمل؟ لا، هل الامور تستحمل لما يجي الاتحاد الجديد ولا ما تستحملش؟ لازم تحلي، لازم فورا تتحل القصه دي. لا، وانا بدير دلوقتي زي ما انا، هو الاتحاد الجديد لما يجي تديله كل حاجه، انت ما دام قاعد واستمر، ما انت كان ممكن تعمل ما انت كان ممكن تعمل القصه دي ويحصل اتحاد جديد يبقى موجود دلوقتي بالفعل على ارض الواقع. انت قررت ان انت تقعد وتطول المده 3 4 شهور، يبقى حاجه محتاجه تطوير نطورها، ايه المانع؟ عشان لما يجي حد يشتغل على زي ما بيقولوا كده، على نظافه، على حاجات صح، على تطوير بجد. فهنا هي دي الحقيقه اللي لازم، حتى على مستوى اقول لك على حاجه يا استاذ محمد. اتفضل. اسمح لي بقى طالما فتحت الموضوع. اتفضل. النهارده البنات بتروح ترجع على استماره. ايوه. الاستماره دي وهي مثلا عندها 15 سنه تلعبها لغايه 23 سنه، انا عاد اصلا. في ايه يا كابتن معلش؟ 23 سنه ايه؟ الاستماره. ال بيمضوا بعض الانديه بيمضوا البنات على استماره. تمام. الاستماره دي بتقعد البنت لغايه 23 سنه. ليه؟ او 24 سنه. ليه؟ هي الاستماره كده، الرولز بتاعتك. ده احنا كفريق اول مش عاملين كده. انا عامل عشان دوري يبقى محترف وادخل بجديه، انا عامل عقود 3 سنين اقصاها، صح؟ لا، براحتك، عايز تمضي سنه مع حد، عايز تمضي سنتين، عايز تمضي ثلاثه، انت عندك الحريه. اي لعيب انت شايفه اللي هو واعد اوكي بتمضيه ثلاثه، شايف اللي لعيبه انت محتاجه في الوقت ده عشان لسه بتجمع فرقه، وبعد كده اشوف. هي سنه وهتبقى تشوف بعد كده بالظبط. لكن في حاجات لازم فعلا تتعدل عشان يبقى دوري قوي، وعلشان في ناس بتلعب باسماء 3 فرق. ايه ده؟ ايه؟ نعم. بس طبعا الورق متستف صح. انا بكلمك وانا راجل. لا استنى بس، متستف صح؟ طبعا. ومين اللي قبل الورق المتستف ده؟ والله دور يا استاذ محمد هتلاقي، عشان انا مش حابب. انا راجل. طيب هدور ماشي، عشان ما دخلتش في مشاكل. ماشي. بس ده موضوع خطير. الورق متستف صح؟ ايه متستف يعني؟ دي كارثه. انا عارف، انا اعني ما اقول. انا عارف انت لما بتقعد تدور بتطلع حاجات. انا عارف بالظبط. فانا بشتغل في الاول وفي الاخر لمصلحه النادي الاهلي واسم النادي الاهلي، وتاني حاجه على تطوير اللعبه. وكالعاده النادي الاهلي داعم للمنتخبات الوطنيه، والنادي الاهلي بيقف جنب منتخباته، فلازم يبقى عندك الكواليتي اللاعب، لان لما بيروح يحتك مع المنتخب بيروح بطولات، واحنا بنهدف
تطوير اللعبه ايضا، لكن بالشكل ده لازم يبقى في لوائح انضباط اللي ينسحب، يبقى في خصومات كبيره جدا، وده الصح اللي ده الصح. عايز اسالك على سؤال تاني. اتفضل. هو الكوتش لما بيدي اللعيب ريق حلو بيفرق معاه في الملعب؟ نفسيا طبعا. نفسيا. على مسؤوليتي اللي هقوله لك، 2008 اخذنا البطوله بمنتهى الامانه علشان الكابتن حسن بيدخل المباراه المهمه بيقول كلمتين: انزل اغلط هسقف لك انا بدعمك، واحد واحد بيقول له كده. فانت ما فيش عليك ضغط، فلو عملت حاجه غلط يبقى انت بصراحه العيب فيك. فاهم؟ فالمدرب لما بيقول لك كده بتنزل بالاريحيه، ما فيش اي ضغوط عليك. فبالتالي بتبدع. فاحيانا بتحتاج الشديه لان عشان تستفز، زي مدرسه مانويل مثلا، مانويل جوزيه، عشان يفوقك باسعاتي وتبقى كويس قوي، ما يقولكش كويس فيضغط عليك بشكل قوي جدا عشان يديك اقصى حاجه عندك. طب هل انت ممكن تبقى سنتين مش ظاهر، بتكلم في العموم، سنتين مش ظاهر، مش قادر تثبت نفسك، مش قادر تثبت في مكانك، مش قادر، وفجاه تلاقي فجاه نلاقيك مكسر الدنيا، ده بيبقى مدرب ولا هي عقليه لعيب بدات تتغير؟ لا مالهاش علاقه بمدرب. امال تبقى علاقه بايه؟ مفيش مدير فني بيشوف لعيب عنده هيكسبه ايا كان هو مين. كمدرب هيلاعبه عشان عايز يكسب. لكن التقصير ساعات يبقى كسل من اللاعب، ساعات استسلام اللي هو هيقعد، ساعات انا كده قاعد يعني. يتحول لموظف. ساعات بتحصل كل ده على فكره وارد. حاجات كمان ثالثه اقولها لك بصراحه، اللي ساعات لما تلعب كتير ما بتعرفش تخلق لنفسك دوافع. اللي انا جالي تشبع، مش فلوس، تشبع من البطولات، من الانتصارات، فبيجي لك حاله هدوء شويه. بالظبط، حاله الهدوء دي بتفقد مكانك فيها اصلا. فتيجي عمال ما تدور تاني، يكون في بقى تصنيفك ممكن يروح لرقم 3، لان المدرب بيحط في المكان ده واحد عندي ده اللي بثق فيه، 2 اللي بعده لو غاب، الثالث ده لو الاثنين، وهي بتمشي الامور كده. لكن يبقى ترجع لشخصيه اللاعب نفسه. ما هي بقى، ودايما دي الكلمه اللي هتلاقي كل حد كان موجود في النادي الاهلي ومسك، وانا مش بتكلم عن النادي، هترجع للمدرسه اللي هي مدرسه النجاح. فاهم؟ فهتلاقي كل هيجي يقول لك ايه، شخصيه الاهلي كانت موجوده، شخصيه اللعيبه كانوا بشخصيه الاهلي. اللي ما عندوش شخصيه بتلاقيه مهما كان نجم في حته تانية، بيجي الاهلي ما عندوش شخصيه، ما بيقدرش يستحمل الضغوط، ما بيكملش سنه ويمشي. ده صح، وكلامك منطقي جدا. يعني حتى لو كان اللعيب جاي اسم وجاي، فعلا الشخصيه بتفرق جدا في الاستمراريه. بالزبط. وفي ان انت تفضل مكمل على نفس المستوى، ما يجيلكش فتره الملل اللي انت بتقول عليها دي. دي حقيقه. اشكرك كابتن شادي، شكرا. انا اللي بشكرك. موفق، وهشوف انا موضوع الورق المتستف ده وهبقول لك.